السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. هذا ما فعله اللاعب الجزائري وحارس المرمى الراحل زكريا بوزياني قبل وفاته في حادث المرور الخطير، وجعل إمام المسجد يبكي بحرقة، وجعل أيضا كل المصلين والحاضرين يتأثرون ويبكون وفاتها. إن لله وإنا إليه راجعون. وإن كان مسيئان فتجاوز عنهما، ولعل من البشارة التي سمعناها أن أخانا بوزياني رحمة الله تعالى عليه صلى بإخوانه المغرب ثم لقي ربه. والله إن لمن المبشرات التي ينبغي أن نبتهج لها وأن نفرح لها، وهي التي يتمناه كل واحد فينا أن يموت على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا ربي أن تتقبلهم عندك بقبول حسن. اللهم يا ربي إنا نسألك يا ربي أن تفتح لهم أبواب الجنة. اللهم يمن كتابهما ويسر حسابهما وثقل بالحسنات ميزانهما. اللهم اجعلهما في قبرهما من الآمنين المطمئنين وعلى الصراط من الجائزين.